أخبار اليوم. من الرحيم أبناء الطلبة والطلاب. طبعا أنا بحب أني أنا يعني أتكلم معاكم في البداية على الامتحان. الامتحان زي أي امتحان امتحنتوه في بداية العام الدراسي، في نص العام الدراسي، يعني إحنا بنتمرن على شكل الامتحان ده طوال العام الدراسي. مفيش حاجة غريبة خالص في الامتحان. الامتحان في مستوى الطالب العادي اللي هو بيذاكر طول السنة، فمش هيلاقي إن شاء الله أي مشكلة بإذن الله تعالى في الامتحان. بس قبل ما أبدأ أتكلم عن الامتحان، في بعض الإرشادات اللي بنصح أبناء الطلبة إن هم يعني يلتزموا بيها عشان ده أفضل ليهم وأفضل لمصلحتهم ومصلحة المصحح للورقة. يفضل أول حاجة إرشادات عامة. حضراتكم بيفضل الإجابة على الأسئلة بالترتيب الموجود في ورقة الأسئلة، وعدم كتابة إجابة في غير ترتيبها، يعني بتكون الإجابات مرتبة حسب ورقة الأسئلة. الحاجة الثانية، يراعى التنظيم داخل ورقة الإجابة والكتابة بخط واضح ومنظم وكتابة كل سؤال في صفحة. نمرة ثلاثة، القراءة المتأنية لورقة الأسئلة مع تخصيص وقت للمراجعة. البدء بالإجابة عن الأسئلة السهلة للطالب وتأجيل الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير. دي إرشادات عامة عموما على الورقة. من قبل ما أبدأ الأسئلة أو نتناول الأسئلة بالشرح ونشوف إحنا إيه اللي مطلوب مننا وإيه اللي مفروض إن إحنا نلتزم بيه ونعمله مع كل سؤال من مكونات الورقة. أول حاجة هبدأ السؤال الأول. السؤال الأول زي ما أنتم عارفين إن هو بيكون قطعة فهم، وقطعة الفهم دي اللي إحنا بنسميها بالألماني تكست أرفاسون. أنا مفروض أني أنا وأنا قبل ما أمسك القطعة دي أقراها كده، أبص كده القطعة دي عبارة عن خطاب، إيميل، قطعة عادية. لازم أبص كده لشكل القطعة قبل ما أبدأ أني أنا أقراه. وأعمل إيه بقى؟ أقرأ القطعة كويس جدا وما أقفش عندي الكلمات اللي أنا معرفتهاش. احتمال اني انا بعد كده لما هقراها تاني هفهمها من خلال السياق، لاني انا لو وقفت عند كل كلمة انا هضيع وقتي في الامتحان. فحاول استنتج المعنى بتاعها من خلال السياق. تاني حاجة، لازم بعد ما اقرأ النص اركز على ادوات الاستفهام. مهمة جدا الحتة ان انا اركز على ادوات الاستفهام، لان ادوات الاستفهام هي اللي تجعلني أقدر أني أنا أركز على الإجابة من خلال النص. تاني حاجة، لازم تكون إجاباتي واضحة وموجزة، يعني أنا مش عايزة جمل كاملة، أنا عايزة جمل تجيب على أداة الاستفهام. يقول لي متى؟ أقول له في الوقت الفلاني. يقول لي إلى أين؟ أقول له إلى المكان الفلاني. لماذا؟ أقول له السبب. فلازم نلتزم بأداة الاستفهام. بعد كده الأسئلة اللي بجاوب عليها بنعم ولا، دي مفروض أول حاجة ما كررش الإجابة عليها. تاني حاجة، ما أقولش السبب ليه نعم وليه لا، بجاوب بس بمجرد إن أنا أقول نعم أو لا. أي جزئية في السؤال الأول ممكن أعيد الإجابة عليها مرة أخرى. ليه؟ لأن ده مش اختيار من متعدد. الأسئلة اللي هي اختيار من متعدد دي اللي غير مسموح إن أنا أجاوب الإجابة عليها مرة تانية. ممكن ان انا لو جالي سؤال بأداة استفهام لماذا، ما اقولش لان، اجاوب بدون ما اقول لان في الإجابة. لو هعرف اقول لان وهكون الجملة من ناحية القواعد صح، فهستخدم لان. ما عنديش قدرة اني انا استخدم لان وراعي القواعد، يبقى انا ممكن اقول السبب على طول من غير لان. هنبدأ بالسؤال الاول اللي هو القطعة، وهنقرأ القطعة. ليبي نوها Erstmal möchte ich dir für deine E-Mail danken. Heute möchte ich über ein großes Problem sprechen. Meine Eltern lieben meinen Bruder mehr als mich. Er ist drei Jahre jünger als ich. Aber er darf alles, er darf allein ins Kino gehen, er darf ausgehen, wann er will, aber ich darf nur in Begleitung ausgehen. Ich darf keine Freundin besuchen.
So how the muss ich bei der Hausarbeit helfen und natürlich viel lernen? Das finde ich ungerecht. Ist das mein Fehler, dass ich ein Mädchen bin? Dieses Problem finde ich nur bei meiner Familie. Bei meinem Onkel ist es ganz anders. Meine Cousine Nada hat es gut. Sie darf allein in den Club gehen und Sport treiben. Sie darf ihre Freundinnen besuchen und mit ihnen ausgehen. Wenn ich danach frage, kommt nur eine Antwort. Der Onkel wohnt in der Stadt und wir wohnen auf dem Land. Zum Glück darf ich nächstes Jahr an der Universität studieren und in der großen Stadt bei meinem Onkel wohnen. Hoffentlich klappt es. Liebe Grüße, deine Soha. زي ما انتم شايفين ان النص اللي قدامي ده عبارة عن ايميل او خطاب موجود عزيزتي نهى في الاول. وفي الختام موجود ليبي جريسة دايني سوها. من هنا عرفت ان ده خطاب، وعرفت ان في شخص بيبعت لشخص اخر، يبقى في شخصين، اللي هو اللي بيرسل الخطاب والمستقبل للخطاب. هنبدأ بالأسئلة، وهنا هقرا الأسئلة، وممكن ان انا ابدأ قبل ما اقرا النص، ممكن ابدأ بالأسئلة نفسها اقراها عشان وانا بقرا النص ادور على الإجابات، ممكن كده وممكن كده. أول سؤال بيقول فان دارف سوها ان در اونيفرسيتيت ستوديرن. هنا بقى مش لازم تكون إجابة السؤال الأول في أول النص، ممكن تكون إجابة السؤال الأول في آخر النص، مش جاية بالترتيب. فانا عندي هنا اداه الاستفهام ايه؟ فان. فان يعني متى؟ طيب يبقى انا عايزه بدور على الزمن، امتى سهى هتقدر تدرس في الجامعه؟ الاجابه نيكست سيار، السنه القادمه. ادي اجابه السؤال الاول، ومش هجاوب غير كده، هكتب واحد نقطه نيكست سيار، مش هكتب جمله كامله، هكتب اجابه مختصره. طيب نيجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني was is the von beruf؟ ايه وظيفتها؟ هي هنا في النص من خلال النص ما ذكرتش صراحة ان هي تلميذة، لكن ده مفهوم من خلال النص. هي بتقول السنة الجاية انا هقدر اروح ادرس في الجامعة، يبقى هي ما زالت تلميذة. يبقى الاجابة هنا مش موجودة، هتلاقوها في نموذج الاجابة شيلرين، دي مفهومة من سياق النص إن هي تلميذة. طيب نيجي للسؤال الثالث، في فيله جشفستر هاتزي. هنا كم عدد إخواتها؟ كم عدد إخواتها؟ هنا مذكور بقى في النص، طب مذكور إزاي؟ هي قالت فو ماين إلتن ليبن ماينن برودا. بابا وماما بيحبوا أخويا أكتر مني. يبقى هي هنا عندها اينن بغودا، عندها اخ واحد. يبقى الاجابه زي ما انتم هتلاقوها موجوده عندكم، هتلاقوا الاجابه اينن بغودا. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، was darf سهى نشت؟ ايه اللي مش مسموح لها بيه؟ هي كتبت حاجات مسموحه لاخوها ومش مسموح لها هي تعملها. أول حاجة إن هو إر دارف أليس، إر دارف ألاين إن سكينو جين، إر دارف أوز جين، فان إر فيل، أبر إش دارف نوع إن بيجلايتونج أوز جين، إش دارف كاين فرويندن بزوخن. هنا إش دارف كاين فرويندن بزوخن مش مسموح لها تزور أصدقائها. لكن اخوها اللي هو اصغر منها بثلاث سنين مسموح له ان هو يزور اصدقائه، وهي حاسه ان ده ظلم. اشمعنى انا؟ هو عشان ولد وانا بنت؟ فعشان كده هي في الاول بتقول انا عندي بروبليم،
انا عندي مشكله. طيب السؤال اللي بعد كده، فو فونت سوهاس اونكل، اين يسكن عم سوها او خال سوها؟ ساكن فين؟ هي قايله في النص در اونكل فونت ان در شتات، ساكن في المدينه وهم ساكنين في الريف. يبقى هنا السؤال بيقول لي فين بيسكن الاونكل؟ الاونكل بيسكن ان در شتات، وده هتلاقوه في نموذج الاجابه عندكم. نيجي بعد كده بيقول السؤال فيم شرايبت سوها دي ايميل. شايفين بحط خط تحت علامه الاستفهام، اداه الاستفهام. اداه الاستفهام هي اللي بتحدد لي الاجابه اللي انا هجيبها من النص من فوق. فانا هنا فيم شرايبت سوها دي ايميل، بتكتب الايميل ده لمين؟ ما ده موجود في اول النص فوق. ليبا نوها، بتكتب النص لمين؟ لنوها. يبقى هنا الاجابه نوها. طيب نيجي هنا، احب بقى انبه على او يعني الفت نظر ابناء الطلبه ان هم احنا عندنا السؤال الاول بيتكون من 9 اسئله، فيهم ثلاث اسئله الاسئله بادئه بفيرب، بادئه بفعل. طالما بادئه الاسئله بفيرب يبقى الاجابه عليها هتكون بيا او ناين، يعني نعم ام لا. وما ينفعش ان انا اكرر الاجابه على الاسئله دي تاني، لان هي يا اما نعم يا اما لا. فعندي السؤال الاول هاد اونكل كيندر، الاجابه يا. ما هو قايل، هي قايله في النص عندي هنا فوق، قايله ماني كوزين نادا باي ماي نيم اونكل است اس كانس اندرس. ماني كوزين نادا دي اللي هي ماين كوزين ندى هات اس كود، كوزينة دي اللي هي بنت خالها او بنت عمها. فهنا هي فعلا هو عنده كيندر. السؤال اللي بعد كده بيقول، السؤال رقم 8 بيقول ظرف سوها اير فرايندن بزوخن. هنا برضو بدا بفيرب زي السؤال اللي فوقيه، بدا بفيرب. الفيرب معناها ان انا هجاوب بيا او ناين. هل هي مسموح لها تزور صاحبتها؟ ما دي البروبليم بتاعتها، ان هي مش بتقدر تزور اصحابها، فعشان كده هقول ناين. سؤال رقم 9 برضو بادئ بفيرب، هيلفت سوها باي دير هاوس اربايت، الاجابه يا. وده موجود اصلا في النص فوق، بتقول ان هي بتساعد في عمل المنزل اهي. Zu Hause muss ich bei der Hausarbeit helfen. فهنا الاجابه يا. لو احنا بصينا لعدد الاسئله اللي موجوده في السؤال الاول، هنلاقيهم انهم 9 اسئله، بس في راس السؤال بيقول لي جاوب 8 من 9. فأنا مفروض إن أنا بختار 8 من 9، لكن أنا بنصح أبناء الطلبة إن هم يجاوبوا 9، عشان لو واحد غلط بنحذفه وبناخد الإجابة الصحيحة بتاعة 8، عشان ما يخسرش درجة. فأنا بنصح أبناء الطلبة إن هم يجاوبوا 9 أسئلة كاملين. وبكده يبقى انتهينا من السؤال الأول اللي هو قطعة الفهم.